بناء الأجيال القادمة واحد من أهم أولويات الدولة المصرية، وعلشان كده عملنا مسابقة الجيل المبدع اللي اتعملت لأطفال مصر، وشفنا أنه عندنا جيل من المبدعين كانوا بس محتاجين دعم الدولة المصرية، كانوا بس محتاجين أننا نرجع تاني نهتم بيهم ونحطهم أولوية، وده يخلينا نشوف بقى كم الإبداعات اللي موجودة في هذا الجيل وندعمهم أكتر ونحتفي بيهم أكتر ونفتخر بيهم أكتر. خلينا دلوقتي نروح نشوف مع حضراتكم طفل ابتكر موقع تعريفي عن العاصمة الإدارية، وبسببه قدر أنه يفوز بجائزة الدولة للمبدع الصغير. تستغربوا لما تعرفوا انه اللي صمم الموقع طفل عنده 8 سنين. قلت لحضراتكم ان احنا عندنا طاقات ابداعيه من الاطفال كبيره جدا. خلينا نروح نتعرف على ضيفنا اياد معتز معانا عبر زوم. صباح الخير عليك يا اياد، والف مبروك ليك، بنفتخر بيك طول الوقت وسعيدين وفخورين جدا انه عندنا اطفال بهذه العبقريه وبهذا الذكاء. لو تقول لنا اكتر عن مشروعك وازاي قدمت في المسابقه. الله يبارك في حضرتك. أنا مشروعي بيتكلم عن العاصمة الإدارية الجديدة بكل ما فيه، لأن العاصمة الإدارية الجديدة شيء مهم جدا، وكل الناس لازم تعرف عنه لأنه من أكبر المشاريع في مصر. طيب صباح الفل عليك يا إياد، وألف ألف مبروك ليك الجائزة دي. لكن خلينا نتكلم بواقعية شوية، يعني الأطفال في سنك بيروحوا مثلا، ده لو تعلموا حاجة زي دي بيروحوا يعملوا مثلا مواقع للأطفال ومواقع للألعاب. إيه اللي خلاك تفكر أصلا في العاصمة الإدارية وإزاي تعلمت البرمجة؟ أنا تعلمت البرمجة من وأنا عندي 5 سنين. مامتي كانت عايزة تجربني في مجال البرمجة، قالت تشوف إيه اللي أنا بحبه، فالطريقة الوحيدة إنها تعرف إيه اللي أنا بحبه إنها لازم تجرب معايا، ولما جربت البرمجة حبيتها. الفكرة بتاعت العاصمة الإدارية جت لي لأني كنت عايزة أعمل حاجة جديدة، والمجالات المتاحة كانت التعليم والكورونا والسياحة. التعليم والكورونا معظم الحاجات معمولة فيهم، فاخترت السياحة. ولقيت إن العاصمة الإدارية الجديدة هتكون قبلة مصر السياحية في المستقبل، وهيكون فيها حاجات كتير على مستوى عالمي، زي مدينة الألعاب الأولمبية اللي هيكون فيها ملاعب مخصصة لكل أنواع الرياضات، والبرج الأيقوني أطول برج في أفريقيا. إياد أنا سعيدة جدا إنه طفل في سنك يفكر بالطريقة دي، لكن خليني أسألك، جمعت معلوماتك عن مشروع زي العاصمة الإدارية الجديدة منين؟ مامتي ساعدتني في جمع المعلومات علشان نجمعها من مواقع موثوقة وتكون من الوزارات والمواقع الرسميه. انت كمان محتاج جايزه اياد على طريقه عرضك للمشروع، يعني وانت بتتكلم دلوقتي بالمصطلحات اللي بتستخدمها بالتفاصيل اللي بتحكي بيها عن المشروع محتاج لك جايزه كمان على الالقاء. شكرا لحضرتك اياد. طيب فكرت تروح تزور العاصمه وتتفرج الشغل على ارض الواقع وصل لحد فين؟ أنا إن شاء الله أزورها لما كل المشاريع تنتهي فيها، زي لما برج المثال المصري إن شاء الله ينتهي فيها كل المشاريع الكبيرة، أروح وأشوف شكلها الكامل. طيب على ما جمعت بقى المعلومات ومامتك ساعدتك، خدت وقت قد إيه؟ حوالي أسبوع، وقابلتني شوية تحديات زي الدروب داون اللي موجود في معرض الصور، كانت شيء جديد وأي غلطة بسيطة ممكن تسبب مشكلة كبيرة. كنت متوقع يا إياد أنك تفوز بهذه الجائزة، الحقيقة أنه تستحق ما شاء الله يعني. شكرا لحضرتك. المنافسة طبعا كانت صعبة، كنت حاسس أني عندي فرصة، خاصة أني بدأت أتعلم من سن مبكر قوي، بس كنت عارف ان المنافسة صعبة والحمد لله نجحت. طيب هل التعامل مع الموقع سهل يا اياد؟ يعني انا لما بدخل على الموقع اول حاجة بتقابلني ايه؟ مثلا لو اخترت مشروع من ضمن المشروعات داخل العاصمة، ايه البيانات، ايه المعلومات اللي بتكون موجودة؟ المعلومات اللي بتكون موجودة نص بيتكلم عن موضوع الزر، يعني لو حضرتك دوست على زر مكتوب فيه عن العاصمة هتلاقيه في الصفحة اللي بعد المقدمة، هتفتح لك نص، والنص ده بيتكلم عن العاصمة الإدارية الجديدة بشكل عام،
وليه اتعملت. وبعد كده بقى واخد مشروع بندخل عليه برضو من خلال ضغطة على رابط معين يدخلني على المشروع أعرف كل تفاصيله. بالضغط على الزر يفتح نص بيتكلم عن مشروع معين، وفي زر واحد مختلف بيفتح شيء اسمه معرض الصور، صفحة تختار الصورة اللي حضرتك عايزها وبعدين تدوس زر الفتح علشان يفتح لك الصورة. طيب يا ده عايز أسألك عن ردود أفعال زمايلك في المدرسة مثلا، كانوا فاهمين المشروع، يعرفوا إيه عن المشروع، دخلوا على الموقع؟ زمايلي طبعا بيفرحوا كل ما أكسب جايزة. في مرة كنت في المدرسة وكنت كسبت جايزة، فصديقي كان بيقول لي تعالى جيب الجايزة ووريهاني، وفرحان جدا لأني عندي أصدقاء مهتمين بيا وبيشجعوني دايما اني اعمل حاجات كبيره. طب انت ليك هوايات تانية يا اياد؟ بتعمل حاجه تانية؟ بتلعب بروح يعني تدريب. اتفضل. بروح تدريب كوره وسباحه، لان الرياضه شيء مهم جدا برضو، وبحب العب مع اختي. اياد عايز اسالك ايه المشروع اللي شفته منافس بقوه ليك في المسابقه او لفت نظرك في المسابقه حتى لو مش في نفس مجالك؟ انا شايف ان كل الاطفال عملوا مشاريع كبيره وحلوه جدا، خاصه في الرسم. في الرسم في ناس كتيره، وفي البرمجه طبعا في ناس ممكن تكون أكبر مني بشوية فتعرف برمجة أكتر، وكنت عارف إن دي هتكون من أكبر الصعوبات، فحاولت أحط كل مجهودي جوه الأبلكيشن. طيب نفسك تعمل إيه تاني أياد؟ نفسك تعمل إيه كمان لما تكبر؟ لما أكبر إن شاء الله هكون مبرمج، بعمل أبلكيشنز وويب سايتس وأشتغل في شركات كبيرة زي شركة جوجل أو مايكروسوفت. اياد في دعم من الدولة مقدم لكل اللي اشتركوا مش بس الفائزين في مسابقة المبدع الصغير، ايه الدعم اللي انت شايف ان انت محتاجه النهاردة؟ الدعم اللي انا اخدته اني اكون واثق من نفسي. انا رحت قدام لجنة التحكيم كنت متردد في الكلام، بس بعد ما لقيت ان لجنة التحكيم حلوة ارتحت شوية وعرفت اني مش محتاجة اقلق. مبروك ليك اياد ومبروك لينا كلنا كمصريين. اياد معتز طبعا الحائز على جائزة المبدع الصغير، شكرا ليك وكل التوفيق ليك في اللي جاي ان شاء الله. ان شاء الله. حال الواحد يعني بيبقى كله فخر وسعادة انه يشوف جيل صاعد عنده هذا الكم من كمان الوطنية، غير الشغل والمجهود والذكاء، هو بيدور على مشروع قومي وطني يشرحه ويوصله لزمايله في المدرسة، ولما يجي الموضوع من الأطفال هو هيعرف يوصل المعلومة الصحيحة. وفكرة ابتكار المواقع دي، لأنه كل الأطفال دلوقتي بيستخدموا الإنترنت، فبدل ما احنا طول الوقت بنحاول نخليهم ما يستخدموش الإنترنت أو يستخدموه وقت أقل، إلا أنه توجيه التقاط دي في الطريق الصحيح هيفرق كتير جدا مع أطفالنا.